بعتيها اغلب بيكالا بعتيها نفس السوق كاع اغلب بيكالا بعتها باش تقريبا تكون شي 7000 درهم صافي 7000 درهم انا من الصغر انا قرا عام هو سبيكال انا كنركب على البيكالا تعطيني انا طوموبيل ما ركبش عليها ياك السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يحفظك. الحمد لله أخويا. أول حاجة عطينا الباص اللي كتواجدوا فيها. إحنا كنتواجدوا في سوق قريعة. سوق بيكالات اللي في قريعة معروف. يمشي كيعمروا بعدا. سمشوا لحد. سمشوا لحد الصباح. شدت لنا البيكالات الثمن ديالها منين كيبداو؟ هذه الثمن ديالها كنطلب فيها 1600 درهم. هذه كلها أوريجينال. شي مام. شحال الثمن ديالها قلتي؟ 1600 درهم كتشوف. 1600 درهم اخر ثمن كيطلع ما بين 400 درهم اخر ثمن لان كلها اوريجينال فهمتي فيها بيا شيمانو بدل منك شي حاجه لا هو الشونجمون ديالها ولا الستيك شي الله يبارك فيك شيمانو هي عدد الناسب داك الشيء اللي كاين ما كانش حاجه مبدله هادي غتكون الالمان شحال شويه وزن شويه لا الومنيوم احسن على السلعه هي عاد السيد هذا مرحبا 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 انت معروف البومبيه في القريعه معروفه هي اللي كاينه البومبيه مركز البومبيه اونفاس مع المركز ديال البومبيه كاين اقبال الحمد لله الحمد لله موجود الاقبال كاين اللي باغيين موجودين بيكالات على حساب فهمتيني على حساب على حسب الطالب دابا على حسب المدرسة كاين صحاب الدراسة كاين صحاب الخدمة أما دابا الدراري الصغار ما كنلعبوش معاهم دابا حتى الصيف كاين اللي كيبغيو الناس الخدمة دابا أغلبية الترافاي الدراري ديال لافاك حتى هما حتى الطوموبيلة حتى هما دابا أغلبية ديال صحاب السكر وكذا اللي عندهم الطبيب يمشي يخرج لهم بيكالا مزيانة بيكالا مزيانة الدورة الدموية حيت كتخلي الدورة الدموية تدور واحد السرعة ماشي بحال الإنسان تبقى غادي ديما تمشي شفولي كتبقى الطوموبيل ديما بارك الدم تيخطر كيولي انه غادي يمشي عند الطبيب الطبيب تيخرج ليه الرابيد باش يجري الدم ديالو نعم بعد بيكالا شي نعم اغلب بيكالا وصلت الثمن ديالها شحال منين كتبداو منين كتسالي كاين حتى 20000 درهم اغلب بيكالا بعتيها نفس السوق كاع اغلب بيكالا بعتها تقريبا تكون شي 7000 درهم صافي 7000 على حساب حيت ما كنزعمش بزاف حيت البياسه اللي غاليه بزاف كيكون عندها كليان ديالها بوحدو فهمتي تقدر تبقى خصك تقلب على الكليان ديالها كاين عاوتاني اللي تبعت في السوق هنا في 16000 درهم 16000 ارخص بيكالا كاين اللي تبع لا حتى الصغيرين فيهم 600 درهم 700 800 فيهم 1200 1500 هذوك صغيرين حتى هما فيهم بروفيسيونيل وفيهم الاوريجينال وفيهم الومنيوم فهمتيني كاين الشينو كاين عاوتاني سلعه الشينو ك 700 درهم جديده 800 درهم على حساب ولكن كلشي على الملاحظ الحاجه اللي كتجي من برا ماشي بحال اللي كتكون وكذا الامور بعد هنا الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك حنا مولفين فهمتي شي محل ولا لا انا من الصغر انا قريعة هو سبيكال انا كنركب على البيكال تعطيني انا طوموبيل ما ركبش عليها ياك واه بيكال وداك الطروشينات عندكم شي هما الطروشينات كيجيو لا كيجي اللي مكلف اللي عنده الهوايه ديالو في الطروشينات الكتريك دابا قول لي كل واحد دابا البيكالات قدام هما يلا خرجوا اما خارج تقريبا شي 5 سنين ولا 6 سنين دابا اللي عندهم على الالكتريك هو اللي عندهم على الالكتريك واللي عندهم على البيكالات اللي كيفاهم البيكالات راه كيفاهم البيكالات دابا تما اي بيكاله دابا انا نشوفها من بعيد نقول لك هذوك مبدل فيها بنو ولا مبدل فيها كذا يعني ما تصيدكش اي بيكاله ما تصيدكش انا باين هذه بلاطو اوريجينال بنوات ديالها مبدلتش جوانت يكونوا اوريجينال الومنيوم الناس اللي باغيين يشريو بيكالا وما عارفينش كيفاش يشريوها عطيهم شي ميزه اللي كتبتها تبان هي باش كتعرف ما بدل فيها والو غادي تقلب اغلبيه كتقلب بلاطو فهمتيني الرويض مايكونوش كيلعبوا صافي البياس شونجمون راه باين حيت كاين كوبي كيكون كوبي شي مالو شي كون كوبي كتكون لاصق واحد التيكيتا مالك ستي ها هو كتبه حرشة بحالو بحال بحال قلتي شارجور اوريجينال ديال التليفون كتكون كتبه معاه مدقوقة مدقوقة فيها مدقوقة ومعروفين الماركات اللي ما فيهمش كوبي بحال لك ستي بحال كاين شي مالو اوريجينال ولكن كاين كوبي كتكون مسخة عليها التيكيتا تحيد التيكيتا كيبقى يبان سامبل دابا المانوش كيعني سونجمون شي مانو شركة معروفة فهمتي بحال شكل ديال الفيراري كتكون داخل البياس ديالها داخل دابا كاينه بيكالا فيراري تبعت هذيك النهار الكتريك ديال الشركه ديال الفيراري تبعت مع شي 6000 درهم باش تبعت ولكن شركه ديال الفيراري دابا سميتها دابا بيكالا هاي هادي بيكالا وحده نقدروا نقولوا سكوت ولا نقولوا روك رايدر ولكن بياس تيكون ديال شركه اخرى ديال ستيمانو ولا ليكس تي
فهمتي شكرا تبارك الله عليك. الله يحفظك. سلام.